منوراني وشرفاني يا دكتور ريهام، وحشتيني جدا حضرتك اكتر، ومبسوطه بوجودك معايا. انا اللي اسعد، وميرسي على الموضوع الجميل ده، لانه انا يعني طلبت منك انه في اسئله جت، هي اسئله بالنسبه لي كانت لاول مره اسمعها. اوكي. فكره انه في ناس بتمتنع عن الميه لمجرد انها شايفه ان ده مش يعني هيساعدها انها تخس وان ده بيزود وزنها. الحقيقه دي كانت بالنسبه لي سؤال غريب جدا. الموضوع فعلا زي ما انت قلتي، هي ايه الميه دي اللي هي صفر سعرات وعامله كل القلبان والاسئله والمشاكل دي؟ فانت فعلا يعني موضوع الميه من الحاجات المهمه جدا والشائكه جدا، وهنتكلم النهارده بالتفصيل عنه عشان نفهم المعتقدات الخاطئه اللي احنا بتخلينا نعمل تصرفات خاطئه جدا جدا للاسف، واحنا فاكرين ان احنا بنعملها من باب ان احنا نفيد جسمنا. اوكي، حضرتك قول لنا بقى يعني استخدامنا اليومي للميه، وهل بيفرق بين الرجل والسيده، المراه او الرجل، في نسبه الميه، ولا دي بترجع لايه؟ ونشوف بقى اهميتها بالنسبه لنا فعلا بتفرق في الدايت، ولا ده معتقد خاطئ اصلا. طيب خلينا نبدا باللي انت قلتيه في الاول، وهي المعتقد الشائع، انا جسمي انا مش هشرب ميه. الكلمه الخاطئه الخطيره، يعني مش في خطا كده خطير وخطا عادي يعدي، ده ما يعديش. وهنتكلم ليه بقى دلوقتي. احنا جسمنا ربنا خلقه سبحان الله في منتهى الذكاء علشان ينقذنا، عشان يسرفايف ويكمل ويبقى في حاله كويسه. مهما كان الانسان، هنقول عدم علم منه، مش اهمال في نفسه وفي خلق ربنا للجسم اللي فيه يعني تفاصيل كتير جدا، احنا جسمنا اذكى. حضرتك قررتي انا يا دكتور عندي فرح، انا حاسه ان انا منفوخه اليومين دول، فانا هبطل اشرب ميه، اعتقاد خاطئ من الاشخاص ان ده هينزل الميه المخزنه في الجسم، فانا هخس او افش بالبلدي زي ما بيقولوا كده، جسمها منفوخ صحيح، والاقي نفسي على الميزان فرحانه، الله ده انا خسيت في وزني جامد. طب ايه بقى الحقيقه؟ جسمنا لما بيلاقي الشخص ده بيحرمه من الميه، هو بقى بيعمل رده فعل، انا هخزن ميه عشان احمي نفسي واحمي وظايفي واحمي مخي وقلبي وكل حاجه بتحصل من الوظائف اللي الميه بتشكل في جسمنا تقريبا رقم كبير جدا، هو 70-80%. ده الاساس بتاع جسمنا يا جماعه. فانت بتحرمه من الميه بسبب معتقدات خاطئه ان انا اخس. طيب هو خزن الميه علشان حضرتك عملت كده، يبقى الحل الاساسي العكس تماما، انا ادي لجسمي الميه الزايده والاحتياج الطبيعي اللي هو بنتكلم في 2.5 ل 3 لتر على حسب سيده او رجل زي ما حضرتك سالتيني دلوقتي، وعلى حسب برضو مجهودي، الجو، الطقس اللي انا عايش فيه، كل بلد بتختلف. أكيد. في تفاصيل كتير، بس هنتكلم على المتوسط الطبيعي. كويس. طب انا دلوقتي شخص متوسطي الطبيعي، بشرب ميتي الطبيعيه، بشربها بانتظام، يعني بشربها طول اليوم على مدار اليوم على مدار 24 ساعه مش مره واحده. أيوة. طيب امتى بقى جسمنا اصلا بيخزن ميه؟ في اسباب مرضيه واسباب طبيعيه العامه لينا كلنا. كويس. يعني مريض القلب، مريض الكلى، دول شخصين عندهم مشكله كبيره في القلب، في المضخه اللي بتزق ده، المضخه اللي بتاعت القلب اللي بتزق الدوره الدمويه بتاعتنا، فبالتالي تلاقي عندهم رجليهم منفخه بالظبط. او مريض الكلى اللي عنده الفلتر بايظ او عنده فيه مشاكل، فبالتالي التخلص من الميه مش في احسن حال، ده المريض. طب الشخص العادي الحمد لله ما عندوش اي امراض، هو عنده بقى ثلاث مشاكل كبار جدا جدا بيعملوا مشكله الميه دول، وهم الجلوكوز، السكريات يا جماعه اللي احنا مرارا وتكرارا، يعني مش الملح بس يا دكتور، لا خالص. ده السكر والصوديوم، الصوديوم هو ملح الطعام. أيوة. لو احنا مسموح لنا معلقه واحده صغيره على مدار اليوم، اللي هي تكافئ او تعادل يا شاف ال 2.5 ل 3 لتر، يعني حضرتك بتاخدي معلقه احتياجك اللي هو معلقه صغيره من ملح الطعام على مدار يومك يا جماعه، بشرب عليها 3 لتر ميه، وده ما بيحصلش. فتخيلي بقى الجانك فود والاكل اللي ناكله في الشارع اللي هو ليه؟ لان هو احنا عندنا في علم التغذيه كل بنعمل حاجه اسمها تفصيل التغذيه، يعني قطعه البيتزا دي فيها قد ايه صوديوم، البرجر ده، الحاجات اللي احنا بناكلها، كيس الشيبسي حتى ايفن اللي هو مفروض مش مقلي، كل الحاجات اللي بناكلها الجانك فود فيها رقم من الصوديوم مرعب. طب ايه تاني؟ مننا بقى في مطبخ جميل زي مطبخك مليان بالحاجات الحلوه، الدراسنج والصوصات، الصلصه، المعلبات، كل دي املاح خفيه. خلي بالكو، انا مش همي دلوقتي الملح الابيض العادي، انا اقدر اقيسه، لكن الاملاح الخفيه اللي في الصوصات وفي الحاجات دي كلها انا باخدها وانا مش دريانه، دي كلها خزنت ميه، خلت الخلايا تسحب الميه تشفطها حرفيا. في علاقه وطيده جدا جدا بين الصوديوم والميه، مرتبطين ببعض.